الروماتايد له مراحل. في المراحل المتأخرة الناس اللي العب فيها بيبدأ يعمل آلام في المفاصل والعظام. وبيعمل تشوهات كمان. فنبدأ نديلها تركيبة اللي احنا ذكرناها من قبل اللي هي ايه بقى؟ تركيبة العظام، ان احنا بنجيب توم ونجيب في حاجة اسمها السكران. طبعا السكران ده مصري، يعني عشبة مصرية بتتباع عند العطارين كلهم. لو جبنا السكران هذا مسكن قوي جدا مع التوم، التوم مفيد جدا. زيت يعني ولا؟ هو طبعا ما فيش منه زيت، بنجيب الورق او نجيب البذور المتيسر عندنا ونحطه في برطمان زجاج ونحط معاه زيت سمسم او زيت لوز او زيت زيتون المتيسر يعني لنا توم ورق نقيا. ولا توم ولا زيت؟ التوم زيت، انما انا اتحدث عن السكران لان مش هتلاقي منه زيت. ورق السكران السكران يعني. السكران بقى في ورق جاف او بذور. لو جبت البذر او الورق هو في ماده فعاله واحده، بنحطه في برطمان، نركز معلش، في برطمان ازاز ونسيبه مع الزيت 40 يوم كل في الجو العادي، وكل فتره بنرج البرطمان بس. يعني الست ده استنى 40 يوم؟ ما في طريقه تانية، ايه يا ما عم انا بقول مصطفى؟ لحضرتك ماشي، احنا بنقول الاصل عندنا بالترتيب. طب قول. بعد كده بناخده ونصفيه بقى عندنا اسمه نقيه، زيت نقيه على البارد. مستعجله بنجيب نفس التركيبه، نفس البذور او الورق مع زيت الزيتون ونحطه في حمام ميه لمدة 10 دقايق أو ربع ساعة على نار عالية أو كده نار معقول، هادية. كده ده معقول. طب المعيار بتاعي إن أنا أحط صبعي في الزيت أتحمل درجة الحرارة. طب تمام. لو لم وهو أتحملها بيغلي ولا لما ما يبرد؟ هو مش هيغلي نهائي. مش لو هيغلي، وصل يبقى لمرحلة دافي اهو. الغليان هيحرق لنا المواد الفعالة اللي إحنا بنستخرجها من تمام، النبات. يعني ندفيه. ده دافي ويعني مرة واتنين وتلاتة، بعد كده نصفيه بيديني زيت ممتاز جدا مسكن فوري. يبقى أنا عندي زيت التوم عشان يشتغل معايا في مع كعنصر ورقة اساسي مع زيت الزيت. السكران بقى بتعمل ازاي؟ حضرتك بنجيب الطريقة السريعة، مش السريعة، 40 يوم، مش بنجيب ب 40 يوم. مثلا كوباية زيت سكران، كوباية سكران الأعشاب ايوه، وكوباية زيت معاها ونحطهم مع بعض. لقينا إن الأعشاب شربت الزيت بنحط كوباية زيت تاني. زيت اللي هنحطه زيت زيتون، زيت لوز أو زيت سمسم، أي حاجة من الثلاثة دول. بعد كده وزيت الذرة ما ينفعش؟ لا، هما الثلاثة دول الحوامل، لأن مع الأعشاب بيفقدوا صفاتهم ويحملوا صفات العشبة. زيت التوم، زيت السمسم هو أعتقد بسك أقواهم منه يعني. غالي شوية بنقول زيت الزيتون، إنما لو الأفضل يبقى زيت سمسم أو لوز، حلو مش مر. بعد كده حضرتك ما بتحط على في حمام مية على النار، ومرة واتنين وتلاتة ما نخليش درجة الحرارة تزيد. تمام. بعد كده بنصفيه وناخده. يبقى عندنا التوم، عندنا الزيت الرواند برضه ممتاز جدا جدا جدا، نجيب اعشاب الرواند ونعملها بنفس الطريقه. التلات اعشاب دول لو خدناهم مع نجيب جنزبيل وقرفه وخلنجان ان تيسر بنسب بسيطه مع زيت كافور مع زيت نعناع. التركيبه دي لو خدناها زيوت او اخذناها مع اي كريم بفضل الله هتدهن منها الركب مشاكل والمفاصل وكده كل مشاكل الغضروف والعصب والروماتيزم.